رغم وفرة المناخ الصحراوي والمياه الجوفية، الإنتاج الوطني للقطن مفقود في البلاد، ما يكلف خزينة الدولة فاتورة بملايين الدولارات لاستيراد هذه المادة النباتية من الخارج. باسكو القطن مادة اللي كوتي على بورس. دونك اليوم جراء الأزمة الصحية اللي عانى منها العالم. اليوم القطن اللي كان يسوى باغ اكزومبل وسمو لي بري بلون دوبلي اون تريبلي. علاش لو كان كنا هنا في القطن كانت لا ماتير بريمير كي جينا ان بري وسمو اليوم ما عندناش. دونك اون اوبليجي دو رامني ا تروا فوا لو بري. هاو لي بيرت ايكونوميك ديال صافي هذا راه نزيدو نضخمو في لا فاكتور ديمبورتاسيون نزيدو نعمرو فيها. Au lieu d'importer 1 million de dollars, ou là, on a importé 3 millions de dollars, parce que le prix a doublé 3 fois. وأكثر من هذا، أسعاره في البورصات العالمية تضاعفت إلى أكثر من 60% ليلامس سقف 350 دولارا للقنطار، ما يعني أن الجزائر تخسر ملايير الدولارات لعدم تحصيل مداخل من تصدير إلى البلدان المصنعة للألبسة. اليوم لو نديروا زراعة القطن صافي من ناحية النجاح الاقتصادية، من ناحية السرعة، من ناحية الإفيكاسيتي إيكونوميك، راح تكون الجزائر في قطاع النسيج راح يشارك يعني بطريقة قوية في الاقتصاد الوطني. باسكو ما نستناش أنا البابور يجيني من جابنين، نستنى شهرين ولا ثلاث شهور باش يدخل الجزائر، وأنا في ثلاث شهور هذوك راح نحبس الأمل نولي في شوماج تكنيك، راح نحبس الصناعة، راح دونك إلا كانت هنا زراعة القطن راح تفيد الجزائر وراح تفيد العامل الجزائري وراح تفيد الجزائري كجزائري. رغم شروع الجزائر في تصدير خيوط القطن كمادة أولية إلى تركيا منذ سنة 2018، الكميات المصدرة لازالت متواضعة بالنظر إلى احتياجات هذا البلد المصنع للألبسة مقارنة بمصر التي فاقت فاتورة تصديرها مليار دولار لأكثر من 22 دولة، ما يستدعي التفاتة جدية لهذا القطاع المغيب في البلاد.